السلام عليكم صاحب الفضيلة، يقول كيف يستطيع العبد أن ينال العلم الذي يجعله من الذين قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ينال العلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم التعلم. العلم إنما ينال بالتعلم، بأخذه عن العلماء ومن مصادره الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله، الصبر على طلب العلم والصبر على الحفظ والفهم، وأن يحرص أنه ما يمر عليه شيء أو يتعدى شيء إلا وقد فهمه، يسأل عما أشكل عليه. لا بد من هذه الأمور، لا بد من التعلم، ولا بد أيضا من البداء، من البداءة، من المختصرات العلمية، فيبدأ العلم من أوله ومن مختصراته العلمية في كل فن، مختصر في الفقه، مختصر في الحديث، مختصر في التوحيد، مختصر في النحو، مختصر في المواريث، هكذا يحفظها، مختصر في مصطلح الحديث، ومختصر في أصول الفقه. وهذه العلوم يمد بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا، كلها مترابطة، لا يأخذ بجانب ويترك لجانب الثاني، لا بد أنه يتعلم هذه العلوم بعضها إلى جانب بعض، أن بعضها يساعد على بعض. يحرص على المطالعة والاستكثار من الاطلاع على كلام أهل العلم، أنا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى طول زمان. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. العلم ما يأتي عفوا، لا بد من طلب للعلم، ولا بد من صبر واحتساب، ولا بد من إصلاح النية والقصد لله عز وجل، ولذلك يعينه الله سبحانه وتعالى ويدعو الله بأن يفهمه وأن يفقهه في دينه، يكثر من الدعاء ويبذل الأسباب.